أعزائي المتداولون، السلام عليكم. معكم أدهم مغربي من ديلي فوركس، ومع توقعاتنا للتاسع من مارس نبدأها على S&P 500. كما ترون أمامنا كان لدينا هنالك هبوط نوعا ما عند مستويات 2000، هبطنا إلى 1980. أرى أن أهدافنا القريبة ممكن أن تأخذنا إلى مستويات أبطأ من ذلك، 1940، ما تمنع اختراق هذه المستويات، لكن بالتالي سوف نصعد مرة أخرى. نحن بحاجة لشمعة تؤكد لنا هذا الصعود عند المستوى تلك. ناسداك 100، سيناريو شبيه جدا جدا جدا، أننا سوف نهبط إلى مستويات 4200. لدينا دعم قوي هناك، ممكن أن يأخذنا صعودا مرة أخرى إلى مستويات 4400 4380 على أقل تقدير. طبعا إذا اخترقنا سوف نصعد إلى 4600. تداولا موفقا وشكرا لكم.